طيب هذا نهار 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 الموت جلس عليا مرت با خرجت وتسد عليا الباب. عمي عنده الربع دابا راه مات غيورثوا ولادو الا كان شي ورث. لقينا سميتو الملف ديال التنفيذ تخول ليا من المحكمة. انا اللي محتاجه للدار وانا اللي عندي دابا ثلاثه الوليدات وانا اللي مليوحه للزنقه وانا دابا عندي الافراغ. عطيني غدا حتى لي نسكن فيها راني ما بقاش عندي الجد باش نكريو داك الشيء. ناضت جمعت عليا الدراري في حي مولاي رشيد. السلام عليكم ولدي، معك الطباخة زهرة غرامي من مدينة الدار البيضاء. خويا عندي المشكل العويص اللي عندي في حياتي هو الإرث ديالي اللي داتو ليا مرت با ما بغاش تعطي ليا مدة 30 عام هادي. 30 عام هادي وهي واخدة ليا حقي وما بغاش تعطي ليا، ما خليت معاها حتى شي دعوة في شي محكمة وما كاينش. تحكمت ليا الابتدائية استئناف نقض الإبرام، ما بغاش تعطيني حقي، شدات الدار ما بغاش تعطيها ليا وأنا اللي عندبا. بكثرة ما بقيت نهضر في هذا الموضوع. ما لا إله إلا محمد رسول الله وليدي. أنت دابا أنا أمي وبا طلقوا وأنا باقا صغيرة، كبرت في دار جدي. وصلت واحد الوقت مدة ديال 16 عام مرض الوالد وتوفى. ملي توفى مشيت باش ناخذ حقي. بعد نهار 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 الموت جرات عليا مرت با خرجت وتسد عليا الباب. سدات علينا الباب وجرات على الناس وداك الشيء باش عرف الناس ما تيخافوش الله. في نهار الموت ديالنا جرات ديال با جرات علينا. مشيت درنا شهاده الاراثه، دفعنا المحافظه وداك الشيء. دخلت المحافظه انا عندي 50% لانني انا اللي عند با مرت با ما والداش، انا الوارثه الوحيده. ولكن كاين عمي وكاين عمتي كل دابا انا عندي النص. مرت با عندها الثمون، عمتي عندها الثمون. عمي عنده الربع دابا راه مات غيورثوا ولادو الا كان شي ورث. المهم ملي مشينا دفعنا الوراق للمحكمه، ناضوا الجيران قالوا لنا راه قبل ما يموت با ناضت جابت العدولات دخلاتهم للدار مع السيد على فراش الموت هرب. العدولات هربوا قالوا بغيتي تدينا الحبس. ناضت شنو دارت؟ ناضت مشات كتبات علينا على كاتب عند نوطير، كتبات ان با هايب ليها الدار 50% الفوقانيه حيزة. الناس اللي في سميتو راه عارفين. انا طعنت ليها، تحكمت لصالحي في الابتدائيه وتحكمت في الاستئناف وناضت طلعت حتى النقض والابرام حتى للرباط. انا عندي 16 عام مشيت للرباط ورجعت الدعوه. رجعت الدعوه من الرباط انها ما قبلوش ليها هذيك ال 50% وما قالوهاش ليها، يعني بقات الدعوه علامه استفهام. ناضت في 2000 من 92 ل 2004 ناضت تحكمت ليا في البيع في المزاد العلاني. فرحت قلت الحمد لله. وحنا نوضوا ملي مشينا نهار اللي غادي نسميتو نهار الحكم ديال الدار، لقينا سميتو الملف ديال التنفيذ تخول ليا من المحكمه. خونو سميتو تخيل الملف ديال التنفيذ باش غتبع الدار تخول من المحكمه. نضرت نسخة تنفيذية ثانية ودرت ملف اخر. شوف الاعوام وشوف الفلوس وشوف المحامين. المحامي اللي خدا الدار تيقول لي تدوز واحد الوقت يدير لي التنازل، تيقول لي ما بقيتش غادي ندير لك في الدار. لقينا ايدي خافية وما نسمح لهم حتى نغدا قدام الله ولدي. ما علينا، درت نسخة تنفيذية ثانية وكلشي بالفلوس. والورثة تيقول لي ما نعطي معاك حتى شي حاجة لانك انت الوارثة، عندك 50% صرفي راسك. حنا ماشي سوقنا، حنا ماشي يعني هما دايرينها. جات هي هذيك ما جاتش هي هذيك. انا اللي محتاجه للدار وانا اللي عندي دابا ثلاثه الوليدات وانا اللي مليوحه للزنقه وانا دابا عندي الافراغ.
ما تيجروش، قالوا لي انت اللي عندك، انت اللي عندك 50% انت اللي تجري. مثلا الدار كان دابا درت شي محامي ب 40 تيقول لي تخلصي 20، وحنا كاملين نخلصوا 10، ولا خلصتي سنعطيوك. ما وليدي ملي درت ديك النسخه التنفيذيه لقيتها مخونه، درت نسخه تنفيذيه ثانيه. ملي مشيت باش ندفع للمحكمه ندير عاوتاني، قال لك خاصه ورقه اخرى ضروري تيديروا لي شي شكلي. صافي عيت عيت عيت، وانا يا خاصني نخدم على ولادي، داكشي اللي خاصني نوكل لولادي وليت نعطيه للمحكمه بحال تنخوي الما في الرمل. 30 عام من 1992 دابا 2022، 30 عام وانا في المحكمه. وملي تمشي لعند الوكيل الملك تنقول ليه عطيني غير شي حاجه باش ندخل ضربت، يقول لي لا الا مشيتي دخلتي عليه غتسمي هاجمه. و 2017 اولي مارس 2018 مشيت عندها، قلت لها عافاك ديريني بحال بنتك، عطيني غير الدار تحت عليا نسكن فيها، راني ما بقاش عندي الجد باش نكري وداك الشيء. ناضت جمعت عليا الدار في حي مولاي رشيد، قالت لي راه جايه باغا تهجم عليا، باغا تسلخني هي وولدها وراجلها. ناضوا الدراري مع دابا ديك جينيراسيون بحال طالعه ما عارفينيش بان انا بنت العالي وداك الشيء. ناضوا ناضوا كانوا باغيين يلبسوني مونتيف انا وولدي، وراجلي ديو لي ولدي للحبس. صافي جيت احتسبت امر الله وليلى محمد رسول الله. شي نقول لك وليدي عايشة مكرفصة، وك عارف دابا الناس اللي ما عندهمش، الناس اللي ما عندهمش السكن في الدار البيضاء القضية شوية صعيبة. آخر الناس اللي ما عندهمش السكن راك عارف القضية، حنا ما بغيناش الريبة. قال لك من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حنا تقينا الله دابا مدة 30 عام وتنترجاو الله سبحانه وتعالى. لا 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 ما خديناش هنا ناخذوها لهي. ما فين تنعرف انا؟ عاصي صدر ربي ما تخافش الله، ما تنتقي صدر ربي. الناس راه اي واحد لا ضربتي معاه راه تقول ما خاصنيش نظلمو، ما حسك هي واخده مال اليتامى. الله الله يهدي ما خلقتش اللي غنقول لك وليدي. عاصي ما تتقبلش النوع اللي ما تتنصحش، ما تتوصلوش النصيحه، واللي ما تيخافش الله خاف منه. هادشي اللي غنقول لك وليدي. انا كنت ساكنه في عين السبع مده 16 عام، وناض ايام كوفيد في 2018 انا طباخه تنطيب، ما بقاوش مناسبات وداك الشيء. كان جمعت لي واحد شهرين تاع الكره وقالوا لي اصبري راه المحكمه ما غتحسمش لك الاجل حيت كاينه الجائحه. هكا بناو لي موالين الدار، بقات شهر جات شهرة تحكموا لي بالافراغ، مده عام حكموا لي بالافراغ. ودابا انا وليداتي مليوحين عاد واحد المراه، ثلاثه الوليدات وانا، كل مره وفين، مره عند امي، مره هنا، مره هنا، بزاف. حسبي الله ونعم الوكيل، محقوره في دولة القانون، في دولة الحق والقانون، اللهم لك الحمد. وانا مشيت عندك لا عافاك ديريني بنتك، راه ما بقيتش عندي الجد باش نخلص لك راه. قالت لي انت انا غنشوف وانا غندير معاك، وانا غندير معاك شي شويه تجمع عليا الدراري في الدار، بغاو يسلخونا. مرة تجيني شي بريكول. دابا انا اش تندير حاليا؟ الا بغاو الناس يتعاونوا معايا، الناس اللي خارج ارض الوطن، تندير الارساليات، تنتسخر للناس اللي برا، اللي بغات تقدا شي حاجه تنتقدا وتنديها لها لاجونس، واللي بغات تصايب شي حليوه، واللي بغات طيب شي ستايلوش. انا طباخه وعندي قناه في اليوتيوب طباخه زهره. اليوتيوب حتى هو لا ما كنتيش جري او لا ما كنتيش ديري شي فضائح راه ما تيطلعش لك القناه، طلعت 3 سنين وما تنتخلصش من القناه، غير تنخدم فيها، تنشد فيها الخدمه صافي. ديرها بحال لوكال، نقول لها التقي في الله، الدنيا فانيه، حتى حاجه ما دايمه. هادشي اللي غنقول لك. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.